والله في يوم من الايام لقيت فتح سرور طالبني وقال لي في جت دعوه من اسرائيل ليا لفتح سرور ان انا اروح اسرائيل واقعد جنب شارون على المنصه في الاحتفال بالعيد ال 25 لتوقيع اتفاقيه السلام المصريه الاسرائيليه. قلت له بعدين؟ قال لي عرضت الامر على الرئيس، قال لي لا خلي مصطفى الفقي اللي يروح، مش عايزين نكبر مستوى التمثيل، رئيس لجنه احسن افضل في الحاله دي من رئيس مجلس النواب. طبعا هنا ناخذ بعين الاعتبار موضوع عدم التوافق اللي كان بينك وبين احمد فتحي سلطان. ايوه خلاص فتحي سلطان فرحان يقول لك اشربها عشان يحترق عربيا ونخلص. انا ما عنديش اعتراض ان انا اروح اسرائيل، ما هو في واحد بيروح عشان شغل ما دام عمل وطني وعمل قومي ماشي، انما يكون هادف تحرقني بلا مقابل، ما انت هتحرقني عربيا. عايز اعبر عن وجهه نظري وانا قاعد جنب شارون وقال عن ابو سياسه اسرائيل الاستيطانيه العنصريه الاجراميه عدوانية إلى آخره. قالوا لا لن يتحدث هذا بالذات، يطلع يتكلم بره يعمل مؤتمر صحفي على الباب بره. قلت له طب ما اعمل المؤتمر الصحفي في ميدان التحرير، ايه لازم انا اعمله في اسرائيل؟ انت بتقول الكلام ده لمين؟ اللي جاي بيبلغني محمد بسيوني كان سافرنا في اسرائيل. قلت له فوخر في ذهني لا. وبعدين عادل حموده صحفي شهير عندنا كتب لا تفعلها يا دكتور، لا تفعلها يا دكتور. مصطفى بكري برضو ده صديق عزيز عليا جدا ايضا زي عادل حموده، قال لي اياك وهذه المغامره عنوان، كلهم قالوا انت راجل عروبي التوجه هتحترق بلا مقابل. فصممت حطيت بقى العقده في المنشار كما يقول المصريون، ايوه مستعد للذهاب شريطه انا اتحدث. التانيين قالوا ده بعدك مش هتتحدث. قلت مش رايح. بدأ يشاع ان انا مش رايح، وعرفت ان ده هيثير غضب الرئيس، فرجلي وجعتني شوية كان لازم توجعني يعني. فانا الدكتور بتاعي في جنيف، انا ماشي وربنا يديكوا الصحة. طلعت على جنيف الرئيس قال مصطفى الفقي راح فين؟ مش هيسافر؟ اقول له لا ده رجله وجعها. قال هي وجعته؟ طيب هيشوف بقى. جمال مبارك كلمني في التليفون، والله كنت عند السفيرة نائلة جبر، هي وابوها وامها كانوا موجودين في بيتهم، كانت هي السفيرة هناك في جنيف، في جنيف. وانا التليفون جالي ساعة مبكرة من الصبح. طبعا انت رتبت موضوع مراجعة الطبيب المعاد كل حاجة والسفارة اللي عملت لي المعاد، انت رتبت كل حاجة في السفارة اللي راح معايا، ما هم حسن النية ما يعرفوش وعندي فعلا آلام. لا هي موجودة بس في وقتها كانت لا تستدعي ان الان نذهب الى، لا هي بتظهر بتظهر مزعل شوية تظهر شوية. طيب فالدكتور طلبني جامع مبارك وقال لي يا مصطفى 20 دقيقة ما بين الترغيب والترهيب. جمال ايوه قال لي ده انت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ورئيس لجنة مصر والعالم في الحزب، انت الذي يجب ان يذهب. قلت له بص يا استاذ جمال، انا كان لي اخ ضاع في حرب 67 وما جاش غير بعد اسابيع طويله، وانا فاكر حال امي وابي، فانا عندي عقده من التعامل مع الناس دول ما لم يكن كل شيء واضح، انا مستعد اذهب واتحدث. قال لي يا اخي ما انت قاعد فوق المنصه والصوره وكل حاجه، لا شارون هيتحدث ولا انت هتتحدث. قلت له هو شارون ما يتحدثش هو حر، لكن انا جاي من بلادي جاي اعمل ايه؟ منظر كده كوبس. قال لي يعني ده رايك؟ قلت له اه. قلت له طب ما تخلوا عبد الاحد يروح، عبد الاحد جمال الدين ده راجل قديم جدا وراجل فاضل جدا عليه رحمه الله. قال لي وعبد الاحد هيعرف يتكلم زيك، ما تضايقنيش بقى خليك لطيف يعني اللهجه بدات